عمر، وصلنا لفقرتنا الأولى ببرنامجنا الصباح لليوم. أطفال بعمر الورد رقصوا بغرفهم بمشفى الأطفال بدمشق، هنا عم يستمتعوا ويشاهدوا من النوافذ كورال قاعدينيا يلي افتتح الحفل يلي قدم لهم اياه بصلاة ودعاء إلى الله تعالى لشفاء أوجاع أولاء الملائكة. أكيد كما قدم الكورال شارات مسلسلات الكرتون إضافة إلى أغاني وأعراس المحافظات السورية كتحية شكر للأطباء الذين واجهوا مخاطر فيروس كورونا أثناء علاجهم للحالات المشتبه بها. لنحكي أكثر عن هالحفل، معنا بالاستديو المغنية غادة حرب قائد كورال جاردينيا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير لكم ولكل المشاهدين. يسعد صباحك مايسترو. يعني اليوم بهي الحفلة اللي قدمتوها قديش كان في محبة أول شيء طالعة من قلبكم، من قلب كل شخص مشارك بكورال جاردينيا لهدول الأطفال؟ الحقيقة من لما نحن أجتنا الدعوة من وزارة الثقافة، مشكورين طبعا على المبادرة، ما ترددنا ولا لحظة انه نقدم هيك حفل. يعني كان جدا شعور رائع، شعور جميل جدا انه نحن نشوف تفاعل الاطفال قدامنا ونقدر نعطيهم جرعه فرح، جرعه امل، يكون هالتواصل هاد بيناتنا، وهني جمهور صادق عفوي جميل جدا، بيقدر دغري بسرعه يدخل القلب وبسرعه بيقدر يطلع اجمل ما عندك. اكيد خلينا نحكي الحفل اليوم وقت كان بمشفى الأطفال مو على خشبة المسرح، اليوم كان بين أطفال بعمر الورد، وكمان كان رسالة شكر للأطباء خلال أزمة كورونا، القصص اللي عملوها والتضحيات الكبيرة اللي عم بيعملوها. خلينا نحكي عن مسؤوليتكم الكبيرة اللي كانت أثناء وأنتم عم تقدموا الحفل. مسؤولية جدا كبيرة الحقيقة. نحن من ضمن مشاريعنا هي المشاريع الإنسانية بكورال جاردينيا، وأهدافنا نحن كفرقة، مش بس فرقة فنية، بنعتبر نحن عنا رسالة فكرية ورسالة إنسانية نقدمها للمجتمع وللعالم، رسالة تحمل الخير والسلام والأمان والمحبة للعالم. فمن هالباب كتير كانت حلوة الفكرة، اشتغلنا عليها لحتى نقدم لهم برنامج يخص الأطفال بكل النواحي. مثلا أول قطعة مثل ما حكيتي هي كانت مثل إيماني ساطع، هي مهما تأخر جاي كتير فيها أمل، وفيها أنه مهما تألمنا مهما توجعنا بالأخير في شيء حلو رح يجينا، والله بيكتب لنا الشيء الحلو. يعني كثير بتصل الأطفال كثير حلوة، هن بحاجة دائما لهذا الدعم لهذا الأمل وقت بيكونوا عم يتعالجوا أنه بكرة إن شاء الله بتطيبوا وبتكبروا، يعني أكيد. بيحسوا بقلة سعادة. تحضيرات قديش أخذت وقت منكم، واختياركم للأغاني كيف تم؟ نحن حضرنا قبل بوقت، بلشنا بالبروفات. نحن عنا برامج لجاردينيا مثل جاهزي، كان في برنامج زغاريد سوري، اخترنا الشيء اللي بيناسب اطفال وبيناسب الكادر الطبي، مشكورين جدا. نحن يعني الفتره الماضيه كلنا قعدنا ببيوتنا ارتحنا خوفا من الكورونا، هني لا، كانوا بمواجهه الخطر، كانوا على راس عملهم، مشكورين جدا. واللي بيشتغل مع الاطفال لسه بده روح حلوة أكتر، وبدو يعطيهم أمل أكتر، بحب أكتر لسه، لحتى يقدر فعلا هالطفل إن شاء الله هيك بينجو كلهم وبيشفوا كلهم. فحضرنا قبل بفترة لهالبرامج، فنحن اخترنا من هالباب، اخترنا إيماني ساطع أولا، بعدين بلشنا بزغاريد سورية، وكان الهدف منا زغاريد سورية. نحن أساسا هذا البرنامج بجاردينيا كان سببه أنه نحن خوفا على تراثنا الغني جدا والجميل جدا، هالكنز العظيم انه يختفي او يندثر، وثقناهم بألبوم من كل المحافظات السورية، بالإضافة للإثنيات مثل الكردي الشركسي والأرمني والسرياني. فنحن هلأ كانت كمان رسالتنا، حبينا انه للأطفال ننقل لهم هذا التراث الحلو لحتى هني كمان لما بيكبروا يكملوا فيه ويحفظوا ويصير بقلبهم جواتهم. بالإضافة ل كمان نحن عاملين بجاردينيا برنامج الكرتون اللي بعنوان ما أحلى أن نعيش، كانوا أخذ كتير أصداء حلوة ب 2016 عملناه، اللي بيذكرنا فعلا كتير. يعني كلياتنا يمكن رجعنا سمعنا هاي الأغاني، حركت مشاعر جوات كل واحد فينا، كل واحد كبير رجع صغير يمكن عايز تماما، لأنه هي ذكرتنا بأهمية السلام، بأهمية المحبة، بأهمية قديش نعيش هيك مبسوطين ومرتاحين وسعيدين.
فنحن كنا بفتره هيك بنفتقدها، وان شاء الله هلا بنرجع لها يا رب. أكيد يعني خلينا هلا نتابع اجواء الحفل ونرجع لحوارنا معك اكيد. نعم. يعني شفنا هالتفاعل كتير كبير من الأطفال، قديش انبسطوا ورقصوا وكانوا عم يزقفوا، يمكن هذا الشيء بيعطيهم أمل. هذا الشيء كتير مهم، الدعم النفسي بلحظة من اللحظات إضافة لأي دعم آخر بحتاجينه هدول الأطفال. خبرينا عن حالة هي الدعم، قديش مهمة ومن خلال الموسيقى حصراً. صحيح، لانه نحن من اول ما دخلنا ونحن لسه عم نعمل بروفه الصوت بلشوا يطلعوا على الشبابيك ويعملوا لنا باي، يزتوا لنا بوسات، يعني عم بيرقصوا ويزقفوا بجننوا كانوا. ولما بدينا من بعد اول قطعه حتى نزل اطفال من اللي قدرانين طبعا ينزلوا طبعا. يعني ويتركوا غرفهم، نزلوا وحضرونا. فظيع شو حلو عندهم هالشعور، وشو نحن استمتعنا وسعدنا انه نحن اعطيناهم هي مثل ما قلتي جرعه الامل. وهون بيجي مثل ما قلتي دور الموسيقى، لانه نحن مثل نلاموا الموسيقيين بالظروف اللي نحن عايشينها والظروف الصعبه والغلاء الموجود، انه نحن عم نعمل موسيقى وانه ليك عم يعملوا حفلات وهلا وقت الحفلات. انا بقول الموسيقى على العكس او الفن بشكل عام هو بالأزمات الصعبة والأزمات الاجتماعية هو كتير دوره مهم. أكيد. يعني هذا الطفل اللي هلأ مثلا كل وقته بجوز عم يكون موجوع، عم يحكوا معه أهله والأطباء وكلهم لهم دورهم، بس لما بيجي ساعة لحظة الساعة هاي اللي فيها غنى ورقص نسي كل شيء، بس عم يستمتع بهالوقت. هو نسيان الوجع، نسيان أي شيء، عم يستمتع بهذا الشيء. وطبعا بوقت الحرب نفس الشيء، كنا لما نعمل حفلة مدتها ساعة يقولوا إنه نحن هلأ بوقت حرب بوقت حفلات. لا، الموسيقى لها كتير دور مهم. كتير جمهور يحضرنا ويقلنا إنه طلعتونا برات كل جو الهموم، برات كل الحزن اللي نحن فيه. فهو هون دور الموسيقى ودور الفن كتير بيكون فاعل بالمجتمع. أكيد. وفاعل بالهي. وبدي أقول كمان فكرة تانية، أنه بالأخير الكل بيرجع لشغله، ونحن كموسيقيين نحن مهنتنا هاي المهنة،
حرفتنا هي، يعني نحن درستنا مدة 5 سنين بالمعهد العالي للموسيقى، مثل الهندسي مثل المحامي، كله بيرجع على شغله، ونحن من واجبنا نقدم شغلنا وبهالظروف الموجودة وبأفضل طريقة وبأفضل إمكانياتنا. أكيد رسالتكم سامية، ودائما الموسيقى هي الرسالة وسفيرة العالم لكل العالم، يعني سفيرة البلد التي تنتمي إليه ولكل العالم، وهذا الشيء أكيد كلياتنا بنعرفه، والموسيقى غذاء الروح. خلينا نحكي على كورال جاردينيا وللصبايا فقط، خلينا نحكي شو هي أهدافكم وشو هي رسالتكم. نحن مثل ما قلت لك، نحن مشروع فكري ومشروع فني، بنقدم خدماتنا للمجتمع وأفكارنا الإنسانية من خلال الغناء والموسيقى. قدمنا برامج خاصة فينا وقدمنا برامج عالمية. نحن آخر برنامج قدمنا كان اسمه نساء عاشقنا الإله، هو برنامج أخذنا فيه أشعار لمتصوفات وبدينا فيه من الصفر، بحثنا يعني على الأشعار ولحناهم وزعناهم وغنيناهم وعملناهم بألبوم. كان هذا الألبوم بمنحة من صندوق الدعم الثقافي والفنون، الصندوق العربي لدعم الثقافة والفنون، اسمه آفاق، منحة آفاق أخذناها. وقدمنا الحفل بدار الأوبرا، كان حفل الحمد لله يعني مميز، وقدرنا حتى نعمل فيه شيء جديد، مثل نتحرك على المسرح، مثل هيك شيء غناء مع حركة، كان كتير له أثر حلو. يعني حضرتك مغنية أوبرا، وأكيد العديد من الأشخاص حضروكي وشافوكي وشاركتي مع السيمفونية الوطنية ومع كورال الحجرة على ما أعتقد بالعديد من الحفلات، ولكن أنك تكوني مايسترو قائد فرقة، قديش يختلف تماما وكليا عن عملك كمغنية أوبرا؟ هلا كثير بيساعد، يعني هو يمكن الشكل الفريق هون، مثلا نحن كورال جاردينيا عمل متكامل اكيد وجميل جدا، فرقه كبيره، وعندنا انا لما اكون انا مغنيه سولو كاوبرا كمان لي شغلي الخاص او برامجي تقريبا المختلفه، بس هذا بيخدم هذا، لانه انا مثلا بخبرتي الغنائيه ودراستي الموسيقيه قدرت وصل للبنات الصبايا كلهم كيف يقدروا يغنوا، كيف يجيبوا الصوت الصح، كيف طريقة تمرينهم، طريقة النفس، وهذا اللي خلى يكون في عنا نحن بكورال جاردينيا يعني انسجام بين الأصوات، لأنه عم يغنوا بالطريقة الصحيحة، ما بيتعبون. غنينا شيء غربي، غنينا لبرامز أعمال عالمية صعبة جدا، أو برجوليزي الأعمال الكاملة كانوا يوصلوا فيها لعلامات جدا عالية مثلا، كله هاد فادن انه هن عم يتدربوا بطريقه صح، عم يقدروا يفتحوا حلقهم ويخرجوا الطريق صوتهم بالطريقه الصح. اكيد على العكس، انا بفضل يعني انا حسيت انه خبرتي ساعدت الكورال، والكورال كان صار والكورال كمان اعطاني خبره اضافيه باني اني اسمع الهارموني، اني يصير هيك افهم الموسيقى اكثر. اكيد خلينا نحكي عم تحضروا لشيء كثير مهم، خلينا نحكي عن مشاريعكم القادمه شو هي. هلا نحن اخر مشروع ما وصلنا زمان عاملينه من ساعه عشقنا الاله، كان ما صار له اكثر من شهرين يعني قدمناه بدار الاوبرا، بس هلا نحن عندنا مشروع جديد ما بدي احكيه على العلن، بس مشروع كثير فيه انسانيه وفيه افكار جديده حتى للمراه بطريقه تفكير جديده، فان شاء الله راح يكون راح يعجبكم اكيد، بس ما راح نحرق الفكره. أكيد نحن بنتمنى لكم كل التوفيق، بنتمنى تحققوا أهداف كورال جاردينيا، تحققوا كل الأهداف الإنسانية وأيضا فينا نقول الفنية والموسيقية يلي بتطمحوا لها. شكرا كثير لوجودك معنا سيدة عايدة، شكرا كثير لك. شكرا كثير لوجودك معنا، ونتمنى رسالتك السامية توصل لكل المحافظات السورية ومنا للعالم إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق ونشوفك بحلقات قادمة. شكرا لكم، أهلا وسهلا.